ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي هنبدأ نعمل سلطة طحينة لطيفة. احنا هنشيل بقى نصفي بالظبط كده الصبيط، هنسيبه شوية هنا، صفيه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، هنا هنديله بقى تشويحة تانية كده في صوص وصلصة وتوم كده وشوية حاجات لطيفة، وممكن كمان يدخل الفرن. بصوا، هسيبه بقى كده شويه قدام حضراتكم، وتعالوا نبدا في سلطه الطحينه. مقاديرها بسيطه، بالذات للسمك بضيف فيها توم، لو هي لغير السمك مش هنضيف فيها توم خالص. خلاص، تبقى نفس الحاجات بس التوم مش بنحطه، مش بنضيفه. الناس اللي بتتضايق من التوم او مش عايزين يعني طعمه، حضراتكم ممكن تحطوه بعدين تصفوها بعد ما تخلصوها، بس تستفيدوا من فوائد التوم الفريش لانه بجد مفيده جدا. لو مش حابين خلاص، يعني لو مش بتحبوه خالص او بيتعب معدتكم خلاص. تعالوا بقى، عندنا نص كوبايه من الطحينه، هحط كده نص كوبايه. دي طحينه خام على فكره، معموله احنا يعني معموله عندنا احنا اللي عاملينها، يعني معموله في البيت من الاخر يعني. اهي شايفين ازاي كده. وعندي شويه من الكمون، عصير ليمون، هحط فص توم بس واحد صغنن، شويه نونه قوي كده بس كده، ورشه ملح. شويه خل، معلقه كبيره او معلقتين، وميه دافيه. وتعالوا بقى نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الميه الدافيه بتساعد تحل على طول ازاي، ما تقعدش بقى تتعبنا في الميه الساقعه. شايفين ازاي بتفتح. القوام ده لو عاجب حضراتكم خلينا نشوفه كده بالمعلقه، قولوا لي القوام ده ايه. ولا نخف، حلو ده، دوق بقى. الله اكبر، لا والله مش عشان كده، تعالى انت دوق قول. بيقول لي عشان انت اللي عاملاها، اقول لهم ايه؟ طيب ربنا يخليك يا رب. كده تمام، بس كده خلصت الطحينه. ممكن بقى نحط لها نقطة ايه، شطة خفيفة تدي تيست كده مع السمك. بسم الله اهو، ونقلب. تعالوا بقى نقدم في طبق جميل كده. بسم الله، بس احط رشة كمون كمان، رشة صغننة قوي عشان نبقى بس ايه التوابل دي بقى لما تسقع. دوقوا بقى طعم جميل، قوامها كمان في السقعيه بتسقع، عشان بس شوفوا الميه سخنه في ثانيه، في ثانيه عملت ازاي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي سلطه الطحينه، عليها شوية شطة. عايز كمون؟ كان هنا جنبي اهو. بسم الله، حلو كده عشان ما تزعلش. بس حط بس ايه رشة زيت حلوة كده. يلا، هو ده كامل، ادي الاخضر، زيت زيتون، مفيش احلى من كده، احلى ده. يلا بسم الله، شيل بقى الطبق القمر ده ونروح هنا. ممكن يبقى هنا. اوكي.